فما برشا عبيد يحبوك ومغرومين بيك من قبل. دونك سي رؤوف، لو كان تحكي لنا على بدايتك في الرياضه. بدايتي هي مجلدات، مش مجلد، مجلدات. اكيد. يعني من 59 الى يومنا هذا وانا في الميدان، ولكن بعدت كلاعب. بديت اول ما بديت ملاكم عمري حوالي 17 سنه هكا. شو باختصار باش نعمل، باش انا باش نحكي كان لي بوان اللي بيهم الفائده، خاطر كل رياضه اللي عملتها وراها تاريخ، وياما مشيت على الاشواك، وياما مشيت، وياما قسيت، وياما عانيت، وياما تضربت من وراء الاكتاف من بعض الناس اللي انا معناها عاونتهم. فهمتني؟ معناها هذه حاجه ما نجمش نحكيها، خاطر حاجه تولي. قلت للاخ مقداد، قلت هو بيدو جبد لي، قال لي لو واحد باش نحكي على حكايتي كامله، تصوروا من 59 الى يومنا هذا قداش منها. سي رؤوف، احنا باش نتفرجوا في الفيديو هذايا اللي باش يلخص لنا رؤوف المصري في الفيديو هذايا. Pour cela, j'aimerais vous annoncer et inviter sur la scène monsieur Raouf Masri. Queremos invitarle a que suba al escenario. Le va a hacer entrega de otra placa conmemorativa para recordar esta noche. Cher Raouf, je te remets ce trophée pour te remercier de tout ce que tu as accompli depuis plusieurs années. Ok, tu es vraiment une grande personnalité et je t'en suis reconnaissant. رؤوف، هذه كانت حويجه من الحويجات اللي خديتهم، هذا كان تكريم من التكريمات الكبار الكل اللي خديت. هذا اخر المطاف. وي اخر المطاف. سيتي ان 2005. 2005. خديت فيه لو مريس سبورتيف مونديال كيلتوريست. وانا وقت اللي نعمل كيلتوريست، شو بعيد معناها على لي زانابوليزون، وبعيد على الدوباج، وبعيد على كل، يعني نخدم كيلتوريست معناتها موديل. فهمت؟ الجامعة العالمية رات اللي معناها الباركور نتاعي اللي عملته يلزمني باش معناها يشرفوني ونشرفهم. يشرفوني بال معناها النشيد الوطني هذا لأول مرة، النشيد الوطني في لعبة كمال الأجسام. أكيد. وأنا شرفتهم اللي معناها وقت نمشي لأوروبا، علاش حبوني وقربوني اليوم؟ على خاطر مش كلاعب برك، يعني في المؤتمرات نتكلم على السياحة التونسية أكثر من نتكلم على الرياضة. المؤتمرات نتكلم على ليماج دو مارك دو لا تونيزي، ونحيلوا فك الفكره اللي معناها التوانسه معناتها هكا شويه مش ولا بد ليماج اللي ماخذينها علينا بعض الاوروبيين. وبهذايا يعني تقربت انا حتى من المسؤولين الكبار، معناها من ممثلين ومن سياسيين. لو كان سمينا منهم والله اسامي هما برشا، اما لي بليز امبورطون العبيد اللي قعدوا هكا في مخ، قعدوا حتى لتوا مرسوخين في المخ. انا صديقي اوريكو ماسياس برشا. و الان جوبي اللي هو المير دو بوردو دوبي 25 ans، عندي معاه صداقه كبيره 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 برشا، وانا ريبريزونتون تاعو معناها على الفرنسيس هنا في تونس. يعني لولا لو كان مكان، يعني خطوه واحده في لي زيليكسيون، خطوه واحده اللي وقفت له معناها فهمتني حاجز، لا اصبح معناها رئيس جمهوريه فرنسا. اكيد. وبرشا يقولوا لي توا هذا صاحبك انت كان يولي رئيس تمشي. للاسف الشديد نحب تونس وترعرعت في تونس، وعشت في سيدي بوسعيد وترعرعت في سيدي بوسعيد، وال 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 معناها لي زوكازيون اللي جاوني حتى في ليبيا من معمر القذافي بيده الله يرحمه، اللي اعطى امر باش وصلني بوسام الافتخار. تكريمك من طرف الزعيم ياسر عرفات والزعيم بورقيبه وصديقك جون بول بالمندو وصديقك معناتها الممثل الامريكي الكبير شفرزينيغر. معناتها علاش قلت لك، قلت سيادتكم توا نقصتي كبيره برشا. مثلا اخ الخداد يقول على الان جي بي، يقول على جون بول بالمندو، عفوا جون بول انا في نيس اول عربي ندخل للاستوديو دو لا فيكتورين في نيس بعد عمر الشريف. عمر الشريف على خاطر ميشيل شلوب وترمان ما يدخلش لا فيكتورين، وانا باش دخل هذا الكل دخلت معناها بقدايا ربي وبالمعارف اللي عندي في اوروبا.